شيخ أحسن الله إليك، يتعرض مريض السكر في رمضان لانخفاض يؤدي إلى الإفطار، فأحيانا يستمر معه أسبوعا أو أكثر هذا الانخفاض، فهل في حقه القضاء أم الإطعام؟ مرض السكر كغير من الأمراض إذا كان دائما مستمرا مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير الذي يعجل عن الصوم، وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام، ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك. يعني هو بالخيار الأخير إذن يقضي، يعني هو بالخيار، يعني إذا رأى من نفسه مثلا هذا الانخفاض. لا ليس بالخيار، لكن هذا المرض هل هو دائم معه؟ مزمن نعم، دائم معه. نعم ما يستطيع يصوم؟ لا يصوم، لكنه أثناء الشيخ مثلا في 15 وكذا يتعرض لهذا الانخفاض. طيب ويفطر 10 أيام أو أسبوع، إذا تعرض لهذا فيفطر ما في معنى ثم يقضي بعد ذلك. لا القضاء في حقه أحيانا يتعرض يعني لحالات انخفاض مستمرة أو على كل حال ماذا كما قلت، إذا كان مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان أحيانا وأحيانا ففي الحالة التي يكون فيها معتدلا يصوم، وفي الحالة التي يكون فيها منخفضا يفطر.